قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: ما حكم تعليق صور العرائس على الحائط؟ أقول هذا لا يجوز وهو حرام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك لأن هذه الصور في هذه الأماكن يراها رجال أجانب، وكون الرجل الأجنبي يرى صورة امرأتك وهي متبرجة أثناء عرسكما أو التي التقطت أثناء العرس فهذا حرام آخر. وعليه السلام يقول: لعن المصورون. هذا وبالله التوفيق. يقول أو تقول السائلة: أمي كبيرة السن وفاقدة لعقلها، كنت أغلظ عليها في الكلام حتى تهدأ، هل علي إثم؟ فقد توفيت أمي منذ أيام. إذا كنت تغلظي في الحديث حتى تهدأ لكونها فاقدة العقل ولم تريدي إيذاءها فلا شيء عليك، والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم. تقول السائلة: أحببت شخصا ملتزما ولم يراني بل سمع صوتي وخطبني، هل تصح هذه الخطوبة؟ نعم تصح، يصح للرجل أن يخطب امرأة ولو لم يرها، لكن رؤيته لها أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرج الله عنكم كربكم إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. يا شيخ أريد أن أتخذ رخصة سياقة لأنني محتاجة إليها، غير متمكنة من اللغة الإسبانية. الصوت غير واضح، لكن من إرهاصاتها سمعت أنها أو فهمت أنها قد تريد رقم الهاتف، فأعطوها إياه بارك الله فيكم. إخواني السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل عن شغل واحد شؤون عاملين يعني في فندق بس بيشتغل في الخمرة يعني. ابتعد يعني أنت في شؤون العاملين؟ لا حضرتك شغل لسه هشتغله يعني الشغلانة دي. لك تعلق بالخمور؟ لا حضرتك هو شؤون عاملين يعني شؤون عاملين الموظفين اللي شغالين على الخمور وكده. لا إذا كان بهذه الطريقة البعد أسلم لدينك، بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول: أم دعت على ابنها العاق فأصيب بشلل تحس بالندم، هل عليها وزر؟ عليها أن تستغفر الله لمخالفتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس وعلى المال وعلى الولد وعلى المواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فعليها أن تستغفر الله مما صدر منها وأن ترجع داعية لابنها بالعافية والشفاء، اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم
ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عنا. وإياكم. فضيلة الشيخ لي ثلاث أسئلة لو سمحت عن المي يعني الجنائز وأحكامها يعني الحاجات دي. فكنت عايز أسأل عن يعني الميت بعد ما يندفن مباشرة في القبر الأنفع له قراءة القرآن ولا الدعاء له؟ والسؤال الثاني حكم الأربعين والخمسي والحاجات ديت واللي هي الخميس والحاجات دي. والسؤال الثالث الدعاء للميت بعد كده أحسن ولا قراءة القرآن؟ وهل لو إحنا قرأنا القرآن الصواب بتاعه بيوصله ولا لأ؟ وجزاكم الله خير. وجزاكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الدعاء للميت بعد الدفن. قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وأسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قراءة القرآن ووهب ثوابها للميت فلم أره في أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه فالدعاء أولى وأفضل وأتبع للسنة والله أعلم. أما عن الأربعين للميت والخميس والذكرى الثانوية والذكرى السنوية، كل هذا من البدع والخرافات وليس لها أصل في ديننا والله أعلم. وبإطراد الدعاء للميت هو الوارد، أما وكذلك الاستغفار. أما قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت فلم أعهده في حديث عن الرسول عليه صلوات الله وسلامه والله أعلم. أما التأمين على الحياة فحرام، لا يجوز التأمين على الحياة لما فيه من غرر ولما فيه من جهالة ولما فيه من ربا لعدة أمور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ الله يصلح حالك، عايز أسأل حضرتك الزرع على القبور، الزرع على القبور حرام والله إن شاء الله رب العالمين ما عليهاش حاجة. وسؤال تاني الله يصلح حالك يا رب. أخي مسلم بيقول والله لو أنا يعني لو أرشح مسيحي ما رشحش واحد بدقن، وده طبعا أخويا فيها، أخويا أنا ابن أمه وأبويا، وبيشوفني أنا معليش راجل ملتحي، فبيشوفني كأنه شايف والعياذ بالله شيطان قدامه، أعمل معي الله يصلح حالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الزراعة على القبر فأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال لأصحابه: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه عند الله كبير. ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غصن من نخل فشقه نصفين، جريدة من نخل فشقها نصفين وكانت خضراء، فوضع نصفا على قبر والآخر على القبر الآخر وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الوارد عن الرسول في هذه المسألة. وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه ومن الصحابة أوصى أن يفعل ذلك به، لكن أكثر الصحابة لم يصنعوا ذلك. فعلى كل، الأكثر من فعل النبي عدم ذلك، ولم يرد أن النبي زرع على القبر، لكن ورد أنه وضع الجريدتين على القبرين وقال لعله يخفف عنه ما لم ييبسا، ولم يرد أن النبي كان يكرر ذلك، إنما فعل ذلك مع الرجلين. وإن كان بريدة أوصى بذلك فكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم لم يرد عنهم ذلك والله أعلم. أما ماذا تصنع مع أخيك الشارد فادع الله له بالهداية وأعمله بالحسن، بالحسن وبحسن الخلق، ونسأل الله له الهداية فهو على خطر عظيم فيما يذكره والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أنا بسأل على إن أنا إن شاء الله عايز أشتري شقة، وأنا أذكر حاليا مش شقة يعني، فهي الشقة للتوسعة يعني إن شاء الله علشان أنتقل لشقة أوسع. وبعدين معايا جزء من ثمن الشقة بس، تقريبا نص ثمنها بس، والمالك ما عندوش صبر عليا إن أنا أقسط له هو مباشرة
فهل يجوز ان احنا نروح لبنك ما اسلامي مثلا او غيره؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز اشتري الاول لا يجوز لا يجوز ولا ترابي لا يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمعت يا شيخ كنت بحيض 8 ايام وبعد ما ولدت ركبت اللولب قعدت بحيض 11 يوم بتستمر الطفرة بس مش عارفة الطور يوصل لايه. لا عفوا، بعد اليوم الثامن ينزل دم أم تنزل صفرة وقدرة؟ ينزل دم اليوم التاسع كده وبعد كده طيب. صفرة وقدرة. طيب الدم النازل اليوم التاسع دم لونه يشبه لون دم الحيض؟ أيوة بس خفيف. أيه. على كل بعد اليوم التاسع اغتسلي وصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا مولانا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. انا شغال حارس في فيلا في 6 اكتوبر، عندي حضرتك في كلب احنا مسؤولين عنه في اكله وشربه وفي كل حاجه، فبالنسبه للصلاه بتاعتنا الهدوم اللي بيمسنا طبعا، فموضع النجازه بتاعته نعمل فيه نغير الملابس كلها ولا نعمل فيه ما اصاب ثوب من لعاب الكلب اغسله، والا حدد لنفسك او خصص لنفسك ثوبا اخر لصلاتك، اما اذا لم تستطع فالقدر الذي مسه الكلب من ثوبك اغسله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله حضرة الشيخ. نعم. عندي سؤالين شيخ. تفضلي يا أختي. سؤال الأول، عندنا في الجزائر في الصلاة البسملة يقول لك في السورة الأولى في السورة الأولى في الفاتحة فقط، هل يجوز نسمي الاستعاذة والبسملة في كل سورة أم لا؟ السؤال الثاني، هل يجوز لي التيمم أثناء الزكام؟ وشكرا جزيلا، جزاكم الله عنا كل خير. وإياكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن السؤال عن البسملة، هل تكون في كل سورة غير الفاتحة أم لا؟ أقول الأمر في ذلك كله واسع، وللعلماء في ذلك أكثر من قول، وكل قول تشهد له أدلة، فمن الأدلة على أن البسملة في كل سورة إلا سورة براءة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه رضوان الله عليهم يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قال تاليا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا حجة لمن قال أن البسملة تقرأ في غير الفاتحة، وحجة الذين قالوا بغير ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أول ما نزل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الحديث فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم تذكر البسملة. ففيما ذكرت الوجهان للعلماء بأي القولين أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. أما عن التيمم من أجل الزكام، فإذا كان الزكام شديدا، المرض شديدا لا يتحمل، والماء يزيده ضررا ومرضا، فحينئذ وعجزت عن استعمال الماء الساخن فحينئذ للاضطرار يجوز للاضطرار والله أعلم أن تتيممي. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إنني أحبك في الله صديق الشيخ. أحبك الله الذي أحبتنا له. لدي سؤالين في مسألة الطلاق. تفضل. السؤال الأول، قال لي أخي أنت فعلت كذا وكذا، وحضرت قلت أي طلاق لا أفعل هذا الشيء، وبعدما حلفت تذكرت أني فعلت هذا الشيء، فأخبرت صديقي بهذا الحلف، فذهب إلى شيخ فقال له الشيخ تحسب طلقة ويقول اللهم أني رجعت زوجتي لعصمتي، وقلت ما قال له الشيخ، واتصلت بأحد المشايخ في أحد الإذاعات فقال لي أطعم 10 مساكين علما بهذا الحلف له فترة،
والحلف الثاني. لي محل مع شريك في هذا المحل، فمع نفسي باه، فأنني أخرجه من هذا المحل باه، فحصل خصام بيني وبين صديقي، فحلفته وقلت لي طلاق، أريد أنك تستمر معي في وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، من حلف ناسيا سواء يمينا بالله أو يمينا بالطلاق ثم تذكر بعد الحلف لا يقع يمينه ولا شيء عليه. أما عن الطلاق المعلق أختار قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت، انا عندي محل بلاي ستيشن، فعايز اعرف ايه حكمه. يعني عملك مكروه جائز مع الكراهه، فبدليه لنشاط اخر حفاظا على ابناء المسلمين من تبديد اوقاتهم. لا اقول حراما بل مكروه، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا وضعت من خمسين يوم والدم تنميته مستمر 50 يوم، انقطع بس يوم 48 ورجع تاني، والدكتورة قالت لي إن ممكن ده يكون شيب، وبرضو حصل معايا بعد اليوم 40 نفس الكلام، انقطع يوم واحد وجي تاني وبرضو قالت لي شيب في المرة الأولى، والمرة الثانية لما قلت لها كده برضو قامت قالت لي ده كل دوت كان نفاس، واليوم 50 دوت كده خير. فانا عايز اعرف حكم الصلاه واعمل ايه يعني. اذا قالت لك الطبيبه انه دم حيض فابني على انه دم حيض، فالحديث الذي ورد بتحديد اقصى مده للنفاس ب40 يوما لا يثبت. فاذا افتتك الطبيبه ان الدم دم حيض فانتظري حتى ينقطع ثم اغتسلي وصلي، والله اعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. سعادتك، انا ارمل يعني، وكتبت كتابي على واحدة مطلقة من حوالي سنتين، وهي قاعدة في بيتها وانا قاعد في بيتي، وكان واجب علينا ان احنا هنأسس بيت للزوجية. عشان نطلع نأسس بيت الزوجية فاشترطت طبعا ان احنا نكتب الكتاب اولا. فطبعا رحنا كتبنا الكتاب في بيت اهلها وكده، فيوم كتب الكتاب جابوا لي قايمه كده حوالي 100,000 مضيت عليها على اساس ان احنا هنكون البيت بكره بعد شهر. المهم يعني عشان ما اطولش على حضرتك، كونت انا البيت من الالف للياء كله. انتظرت طبعا ان هي تجيب غرفه 2-3 اي حاجه زي ما اي حد بيعمل، ما عملتش، فعملت انا. وبعد سنه وبدون اسباب او مشاكل صغيره كده طلبت الطلاق، فطبعا انا طلقتها وسبتها في الشقه، باتت في الشقه هي ووالدتها. فتاني يوم خدت كل حاجه في الشقه، يعني التكييف، الكوبايات، كل شيء، ما سابتش، سابت الشقه على البلاط، في حين ان انا كنت عامل 7 غرف ومقسم 7 غرف، سابتها على البلاط. وبعد فتره بتاع حوالي 3-4 شهور طلبت انها ترجع تاني، فانا اشترطت انها عشان ترجع مرة تانية انها ترجع الحاجة اللي اخدتها كلها. طبعا انا لما طلعت استلمت القايمة اللي انا مضيت عليها، اشترطت انها ترجع ومش هكتب قايمة، وهي وافقت ورجعت. وبعد ما رجعت زدت على الاساس اللي كان في البيت بعض الحاجات تاني في الشقة، وكل حاجة على حسابي. فات سنة بالظبط على الرجوع، من سنة للنهاردة لقيتها برضو طالبة الطلاق فجأة وبدون مقدمات وبدون أسباب. قعدت مع أهلها، فقدام أهلها. لا عفوا عفوا عفوا، استسمحك تأخذ رقم الهاتف، مسألتك ذات شجون وتداخلات، فأرجو أن أستمع منك بهدوء. تفضل علينا بأخذ رقم الهاتف وإن شاء الله نتواصل. إذا لم أرد عليك أرسل رسالة في الهاتف وأطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أمة الله من تونس يا شيخ، التي سألتك عن النذر التي نذرته، فلم أفهم الإجابة منك جيدا يا شيخ، أرجو أن تجاوبني على التلفزيون من فضلك. لم أفهم السؤال من مدة طويلة. نذرت نذرا، قلت إن تحقق
نذرت نذرا قلت أن تحقق لي كذا وكذا سأصوم 6 أيام. هل ثم بعد ذلك نويت ما بيني وبين نفسي أنني سأصومهم متتابعين، هل يجوز لي يا شيخ أن أصومهم متتابعين أم متفرقين؟ يجوز أن تصوميها متتابعة ويجوز أن تصوميها متفرقة، لأن الذي أضمرتيه في نفسك لم تتلفظي به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: اشتريت مانجو مكتوب عليها من إنتاج إسرائيل، هل يجوز أكلها أم لا؟ يجوز أكلها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حتى في اللحوم. تقول: أخي طلق زوجته وأخذت حقوقها التي في القائمة كاملة، وأنا أخذت الزيادة عن القائمة من احتياجاتها، هل علي وزر؟ إذا كانت الأشياء الزائدة عن القائمة ملك لأخيك جاز لك أخذها، أما إذا كان أخوك أداء للزوجة فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. نعم. لو سمحت، أنا ليا سيد متوفي فهو كان مدفون في تربة مش بتاعته، فإحنا شفنا له حلمان اللي هو طلع برا التربة. في مرة حلمت له إذا أنا شفته يعني طلع من التربة، ومرة تانية شفت سؤالي خليني من الرؤية. الآن لما دفنته في قبر غير قبره، كان القبر مغتصبا أو كان القبر عن طيب نفس من الذين وهبوكم القبر؟ لا، ده هو كان بتاع واحد جاره، يعني جاره. أيوة. كان نفسه طيبة بأن يدفن عنده ميتكم؟ هو قال له يا شيخ لو أنت تحب لو أنت تدفنه في تربة أبويا ادفنه، وبعدين ادفع الفلوس أو ابننا عندنا. دفعته فهو ابنه مرضيش. يعني الآن هل دفن في قبر يملكه أو بطيب نفس من صاحب القبر؟ إذا لا كان لا أي شيء. إذا كان لا، إذا حرام عليكم سواء رأيت رؤيا أو ما رأيت رؤيا. لابد خلاص. لا المقام ليس أحلاما، الآن أحكام شرعية بناء على الظاهر. إن دفنتم ميتكم في قبر ليس بقبركم، ووعدتم صاحب القبر أن تنشئوا له قبرا آخر فأخلفتم، فأنتم أثمة وعليكم أن تصلحوا أوضاعكم. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، زي حضرتك. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لو سمعت يا شيخ، سلفتي حامل في الشهر الخامس، فراحت عملت إشاعات وكده على الجنين، فطبعا هو يعني فيه تشوهات وفيه مية على الرئة وكده، ففي دكاترة أباحوا إن هما يعني تسكت الجنين يعني كده هو، وفي دكاترة قالوا لها حرام. إذا كان الجنين في الشهر الخامس فمعناها أن الروح نفخت فيه. أيوة. فإذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز الإجهاض لهذا السبب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن الدروس الخصوصية، هل هي حرام أم حلال؟ مجرد الدروس الخصوصية حلال، لكن إذا كانت ستؤثر على ظلم على الشخص بظلم العباد لا. فمثلا إذا كنت تدرس دروسا خصوصية ولكنك تجامل الطلبة الذين عندك وتعظم الآخرين حقهم فصنيعك محرم. كذلك إذا كنت تدرس الدروس الخصوصية وهذا التدريس يؤثر على عملك في المدرسة بضعف الجاد، فأيضا لا يجوز لك أن لا تتقن العمل. أما الطالب فإذا كان الطالب يجامل من أجل الدرس الخصوصي على حساب الآخرين فلا يجوز، أما إذا كان لا يجامل وإنما يتعلم فقط ويدفع مالا عند المدرس فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يزيد فضلك. والله يا شيخ مصطفى ليا صاحب عزيز عليا جدا،
بس هو معايا هنا في الأردن وغايب عن زوجته له 7 شهور، فاستأذن من زوجته بس زوجته رفضت، بس هو معوش إمكانية فلوس إن هو يسافر، هل يتداين ويسافر؟ ولو قعد يبقى عليه اسم؟ ليس عليه إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجتهد إذا رزقه الله أن لا يتأخر عن زوجته إعفافا لها، ليس عليه إثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك، أنا متزوج وكنت عايز أتزوج من زوجة أخرى، فالأولى طلبت الطلاق، فهل من حقها الطلاق شرعا ولا مش من حقها، على الرغم أن أنا يعني وعدتها ان انا احسن معاملتها واحسن علاقه، والزوجه الثانيه تكون في الشقه او في مكان منفصل تماما. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها فان لها ما قدر لها. اما اذا ارادت امراه ما من النساء ان تطلق فحينئذ والزوج رفض، فحينئذ ستكون مختلعة، ترد إلى الزوج كل ما أعطاها أو ما تراضي عليه، هذا جائز لها، لكن يكره لها ذلك، لأن الله قال: والصلح خير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قد سمعت. أما هل يحرم عليها طلب الطلاق مطلقا؟ لا يحرم عليها، بل يكره لها. حديث: المختلعات هن المنافقات. حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كلاهما ضعيف، لكن يكره الطلاق لما فيه من تشتت للأسر والأطفال. أما عن امرأتك فأنصحها أن تبقى مع زوجها وإن تزوج، لأن الطلاق يسعد الشيطان ويشتت الأسر ومكروه في الجملة هذا ما لم تكن المرأة متضررة من سبب آخر. فإذا كنت ستأتي للزوجة الجديدة أو الزوجة الثانية بمسكن منفصل لا تضار به الأولى، وستنفق على الاثنين باستطاعتك، فأنصح الزوجة الأولى بالبقاء وعدم الفراق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك سؤال حضرتك، في سؤالين كده. السؤال الاولاني: هل يجوز ان الحكم الا لله تبقى ان الحكم الا الاغلبيه؟ السؤال الثاني: هل يجوز ان الجماعات توافق الاخوان السلفيين على دخول علمانيين ونصارى بحزب واحد، يعني المفروض حزب الله موحدين؟ السؤال الثالث: الديمقراطيه بيقول انها حكم الشعب، مفيش ولا شعب كله نسخه واحده اعتقاد ودين وسياسه، هي حكم طائفة لباقي الطوائف وليست حكم الشعب كله. تاني حاجة: في الحقيقة انها مش حكم الاغلبية بس، ده كمان في بلاد المسلمين ممنوع احزاب اسلامية، يبقى اتنقلنا الحكم الاقلية بدل حكم الشعب، طلع الكذبة الاولى. حكم الاغلبية ممنوع احزاب اسلامية، يبقى ممنوع الاغلبية تعمل حزب صافي موحد لازم يدخل مع علماني او نصراني زي ما تعامل مع السلفيين الاخرين كده، يبقى كده اتنقلنا الحكم الاقلية النصرانية العلمانية. رابع حاجة: إنه حتى مش حكم الأقلية برضه، ولا الشعب ولا الأغلبية، ده إشراف الحقوق الإنسان على الديمقراطية، هو إشراف الماسونية، إشراف إشراف الدولة على الانتخابات هو إشراف الماسونية اليهودية على الانتخابات في بلاد المسلمين. فالديمقراطية خدعة كبرى، هي بتنتهي بحكم الماسونية للعالم. في بلاد المسلمين ممنوع أحزاب إسلامية بحكم الأقلية. تاني حاجة: تزويد الانتخابات عن طريق حقوق الإنسان وإشراف الدولة على الانتخابات وإشراف منظمات المجتمع المدني، وكل دول ماسونيين يهود. في الغرب بقى عندهم اليهود هم اللي مثلا ديفيد كاميرون نجح بسبب مردخاي اليهودي، تمويل الحملة الانتخابية بتاعته عن طريق الإعلام اليهودي في الغرب بينجحه ويسقطه. أوباما وهيلاري كلينتون واخدين درجة 33 في الماسونية. المهم، عفوا، المهم حضرتك إزاي المسلمين يوافقوا على الديمقراطية ويقولوا ديمقراطية الإسلام؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأبرأ إلى الله من الديمقراطية، فالديمقراطية شعار من شعارات الكفار، ليست من الإسلام في شيء. أبرأ إلى الله من الديمقراطية ومن طرائق الديمقراطية هذه.
أما عن كونك تقول إن الحكم إلا لله، هل يقال إن الحكم إلا لله أو للشعب؟ فهذا سؤال لا يحتاج إلى جواب من مسلم، فالمسلم يوقن تمام اليقين أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وما يفعل من الديمقراطية والإرهاصات التي ترفع في الميادين من أن الحكم للشعب شعارات باطلة، شعارات زائغة، شعارات باطلة وزائغة، ذلك لأن الله قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله. وكذلك فقد قال تعالى في شأن الناس والشعوب والأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال تعالى ذكره وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه فضلا عن نصوص كثيرة أخر كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فأبرأ إلى الله من الديمقراطية وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن عن رضاي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وكان من الجدير بهذه التظاهرات التي قام أهلها يطالبون بالمحافظة على الديمقراطية أن يطالبوا بالمحافظة على القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين وعلى الشريعة الإسلامية. هذا الذي أتدين الله عز وجل به. أما ما يصنعه السلفيون من إدخال علمانيين في أوساطهم أو نسوة في أوساطهم أو ليبراليين أو بوذيين في أوساطهم، فهم يقولون إنهم في ذلك مضطرون، لأن القوانين الباطلة التي أسست عليها الأحزاب ملزمة بذلك. فهذا وجه جواب إخوانك الذين قالوا نؤسس أحزابا وإن سمحوا فيها للألمانيين، ذكروا أنهم مضطرون إلى ذلك. هذا وعما يحدث في الميادين العام الآن. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والأخيرة إن شاء الله. وإياكم وإياكم شيخ. نقول لك بالنسبة لشيخ الاختلاف الفوتية بين العلماء، خذ القول الأتبع للدليل، من قال الله وقال رسول الله ثم خذ الأحوط لك في دينك، يعني القول الأتبع للدليل، إذا تعذرت عليك الترجيحات خذ الأحوط لك في دينك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بارك الله فيكم. أقول مواصلا أنصح الإخوة أن يوحدوا وجهتهم وأن لا يصدروا أبدا أي مصدر ولا يذهبوا إلى أي مكان إلا إذا كان معهم مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هويتهم واضحة معروفة ومطلب محدد. أما الغوائية والاشتراك مع أهل الفسق والفجور فلا هذا يعارض قول الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فأنصح إخواني في التحرير أن يرجعوا حتى يوحدوا صفوفهم ويعرفوا مطلبهم ويدرسوا هذا المطلب، هل يقره كتاب الله وتقره سنة رسول الله أم لا، ومن ثم يتحركوا على بصيرة بلا غوغائية ولا همجية، فالبلاد أمنها يفقد يوما بعد يوم، سلم الله مصر والمسلمين من كل مكروه وسوء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للسؤال اللي كان بنت سألته حضرتك من شوية عن سيدها اللي اندفن في القبر. نعم. اندفن في قبر غير قبره، وما جم يقولوا لابنه ساعتها قال له ادفنه معاك عشان هو كان صحاب يعني، فدلوقتي بيحلموا له أحلام مش كويسة. يا أختي الكريمة انتهى الجواب. إذا كان القبر عن طيب نفس فلا بأس بالدفن فيه، إذا لم يكن عن طيب نفس أو كنتم وعدتم صاحب القبر
ببناء عين أخرى لهما كان الذي التي أخذتموها، فلزاما أن ترد الحقوق إلى أهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير. أنا عندي ولد قاصر وأنا الوصية عليه. نعم. طبعا حضرتك عارف أن الورث بتاع القاصر من أموال بيروح في النيابة الحزبية في بنوك ربوية. نعم. فأنا ليه سؤالين في الموضوع ده، هل الفلوس دي إذا بلغت النصاب علي أني أدفع عليها زكاة، مع العلم أن أنا موصرة يعني ما عنديش مقدرة اني اطلع من معايا. تاني حاجة الفلوس دي انا ما بقدرش ان انا اسحبها من البنك، وهم كده كده بيطلعوا عليها فوائد، فهل الفوائد دي انا علي حرج لان انا ليه ان انا كل ست اشهر اسحب من فلوس القصر عشان انفق عليه، وطبعا المال كده بقى مختلط من ربوي على مال اصل المال بتاعه، هل في حرج علي ان انا اخد من فلوسه عشان انفق عليه منها، مع العلم ان هو عنده معاش بس المعاش مش بيكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن زكاة المال الذي هو مودع في الجهاز الحاسبي فأنت لست بمتسلطة عليه إلا بالقدر الذي يكفي الولد، فعلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا زكاة عليه بهذه المثابة إلا إذا قبض أخرجي عنه زكاة سنة. أما عن فوائد الحاسب فلا تجوز إلا عند الاضطرار، لا تجوز إلا إذا كنت مضطرة إلى ذلك، فهو فوائد ربوية. وهنا نوجه النصيحة للمسؤولين عن الجهاز الحاسبي أن يبعدوا الأموال عن البنوك وأن يثمروها في استثمارات حلال حتى لا يأكل الأيتام أموال ربا بعد بلوغهم. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل العمل لفك السحر وجلب النصيب يعني الزواج حرام؟ نعم حرام، نعم حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. والله أعلم. يقول ما العمل، ما الحكم في عمل مرشد سياحي؟ إذا كنت ترشد إلى أماكن الدعارة والفسق والفجور وتمشي مع الفاجرات فعملك محرم، إذا كنت ترشد إلى أماكن طيبة وفي رفقة صالحة فعملك حلال. قل زوجي أخذ مبلغا من البنك ليشتري سيارة للعمل عليها وهي بنفس المبلغ، حاولنا السلف ولم نوفق، ماذا علينا؟ عليكم إثم، إثم ارتكاب كبيرة الربا، فعليكم الاستغفار والصدقة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شوف انا بحكي من غزه بس معلش الله يرضى عليك، بدي الجواب على التليفون لان التلفزيون عندي مش واضح. تفضلي. انا جوزي اتجوز، انا الجوزه الاولى، الزوجه الاولى، وجوزي اتجوز واحده ثانيه بهدف الخلفه يعني، وهي عندها علم بهذا الشيء يعني هي بتعرف انه بده جوز عشان خلفه، بس بعد هيك اكتشف انه بعد الزواج بشهر انها عاملة عمليات بتخص الرحم وعندها مشاكل كتير على المبايض، هلا طبعا تركها وما بده اياها، فهل بتاخد كل حقوقها الشرعية الموجودة في العقد؟ مع العلم انها احنا في العادات هون في غزة اي واحدة بكون فيها عيب او مرض ما بيتحط لها المهر المبالغ العالية المتفق عليها يعني، فايش رايك في الحكم الشرعي في هذا الحاله؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فعن هذه المراه التي ثبت لديك انها غشت والله اعلم، فيخصم من صدقها بالقدر الذي اخذته بناء على الغش. فمثلا ان كانت المعيبه عندكم التي اجرت عمليات في بلادكم
صداقها معين 10,000، والسليمة صداقها 20، وهذا متعارف عليه عندكم. فغشت امرأة كي تصل بالصداق إلى 20 فترد الفارق إلى الزوج، ترد الفارق إلى الزوج. هذا إجمالا، وبشيء من التفصيل أرجو من الزوج أن يتصل بي حتى أفهم المسألة عن قرب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. كده يا شيخ. الله يسلمك، تفضل. بعد إذنك سؤال كده. تفضل. أنا حلفت على، أنا قلت لمراتي مرة إن أنت محرم عليا لو رحت المكان الفلاني، وطبعا هي مشت على المشوار ده. إيه رأيك في كفارة اليمين ده إزاي يا شيخ؟ كفارة اليمين إذا لم تقل كأمي وأختي فإطعام 10 مساكين فقط. نعم. إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. إذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي، كفارة يمين فقط، إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل حضرتك بس الفاتن. تفضلي يا أختي. أخويا كان شد مع ماما وكده في حوار، فحلف بالطلاق ما يدخل بيتها غير لما تقول له حقك عليا، وماما رفض إطلاقا من إن هي تقول له حقك عليا، فهو مش عارف يعمل إيه يعني، وعايز يروح لها يعني. يعني لو تدخل شخص بإقناع الأم للبعد عن الشبهات بأن تقول له حقك عليا فيكون أحسن وأفضل. أما إذا كانت الأم صلبة فله أن يكفر عن يمينه وأن يصل الرحم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز أعرف من حضرتك الفرق بين رب وإله. نعم. الفرق بين رب وإله. تاني حاجة، الفرق بين الفرق بين رب وإله في المعنى. تاني حاجة، الفرق بين الاجتهاد والتشريع. تالت حاجة، الفرق بين الشورى والديمقراطية. رابع حاجة، كنت بالنسبة لطاعة الله، الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. آخر حاجة، في كشف الشبهات بيقول إن نسأله أهل الذكر إن توحيد الربوبية عند جميع الأمم، بينما في كلمة أرباب في القرآن زي اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أرباب متفرقون أخير أم الله، ألست بربكم قالوا كنا عن هذا غافلين، أنا ربكم الأعلى. آيات كثيرة جدا بتدل على شرك الربوبية عند جميع الأمم. حاجة إبراهيم في ربه لما رأى الشمس قال هذا رب، بزغة قال هذا ربي. فكلمة شرك الربوبية في جميع الأمم في القرآن، بينما في كشف الشبهات في أول صفحة بيقول إن اسألوا أهل الذكر، قصدي بيقول إن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، زعم ان الامم كلها كان عندها توحيد الربوبيه وان الرسل جاءوا فقط للالوهيه، بينما القران اثبت كلمه ارباب في جميع الامم، وان الامم كلها جاء الرسل من اجل شرك الربوبيه وشرك الالوهيه معا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فاما عن كلمه رب فلها عده معاني. من معاني كلمه الرب الصاحب، الصاحب، تقول رب البيت صاحب البيت. ومعاني كلمة الرب المربي، ومعاني كلمة الرب السيد، إنه ربي أحسن مثواي، ولا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها، وفي بعض روايات ربها أي سيدها. فكلمة الرب لا عدة معاني، فالموطن الذي تأتي فيه كلمة الرب تأخذ المعنى اللائق به في هذا الموطن، اللائق بها في هذا الموطن، فعلى ذلك تدفع الإشكالات. يعني إذا علمت أن كلمة الرب تتعدد معانيها تزول عنك الإشكالات. أما كلمة الإله فمن تصريفاتها الذي يأله العباد إليه، أي يتجه إليه العباد، ومن ثم فقالوا توحيد الإلهية الاتجاه بأعمال العباد إلى الرب، تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، تذبح لله. فهذه معنى الرب وهذه معنى الإله. فمن الكفار السابقين كفار يقرون بالله سبحانه وتعالى كما ذكر الله في كتابه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون.
إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أنهم كانوا يقرون بالله كرب. وقد قال تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فكانت هناك أمم تجادل تثبت ربوبية الله سبحانه أنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل، لكن لا تتجه إليه بالأفعال، لا تصلي له، لا تدعوه وحده لا شريك له، بل تشرك في الدعاء. فهذا وارد في كتاب الله عز وجل. أما عن الاجتهاد والتشريع، التشريع قد يتفق مع الاجتهاد في موطن وقد يختلف في موطن. فإذا قلت شرع الله هو ما ذكره الله في كتابه أو سنه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الاجتهاد قد يكون أحيانا موافقا للكتاب والسنة، وأحيانا يكون في مسألة ليس فيها نص قد يصيب قائلها وقد يخطئ. أما الشورى والديمقراطية، فالشورى كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر. لكن شاورهم في أي أمر؟ هل شاورهم في الأمر إذا قال الله سبحانه: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل أشاورهم في الأمر أمام النص؟ لا، بل الأمور التي ليست فيها نصوص من أمور الدنيا يشاور فيها الأهل والأصحاب، لكن أمور فيها نصوص فكما يقال لا اجتهاد مع النص. ولذا لم يشاور النبي أصحابه: هل نرجم الزاني؟ هل نجلد الزاني في حال استحقاقه للجلد؟ هل نجلد شارب الخمر؟ لم يشاور النبي في هذه الأمور. لكن مثلا يوم بدر أو يوم الخندق أو في غزوة الأحزاب مشاورات، ماذا نصنع في الأمور الدنيوية وأنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الديمقراطية فتتعدى على التشريعات، تتعدى على التشريعات، فيسنون قوانين باطلة تعاكس وتضاد أوامر الله إذا ارتضاها الشعب. فإذا أراد الشعب مثلا كما حادث في بلاد الكفر أن يتزوج الرجل بالرجل، إذا أراد الشعب ذلك أمضوه. عندنا في الإسلام نعوذ بالله من ذلك، ليس في هذا في ديننا أبدا مهما أقرته الشعوب. هذا وعن طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر. طاعة أولي الأمر إذا كانت في المعروف، يطاع أولي الأمر في المعروف، فإن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمر أولي الأمر بمعصية الله فلا طاعة في معصية الله. ولذا أتبعت الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز على المرأة المتزوجة في مطلق الأحوال؟ نعم نعم. وإن كان يجوز هل يجوز على المرأة المتزوجة بزوج عامل في مطلق الأحوال؟ وإن كان يجوز بضرورة، بضرورة فقط، فما قدر هذه الضرورة؟ بارك الله فيك. أنا الذي فهمت وفيك بارك الله أنك تسألين عن عمل المرأة. عمل المرأة يجوز بالضوابط الشرعية، فالحكم فيه بالمنع يتأتى على حسب القرائن المحتفى به. فإذا كانت تسافر بلا محرم أو تعمل الأعمال القبيحة أو تعمل كسكرتيرة يخلو بها رجل دوما أو تعمل في الربا، فالقرائن المحيطة هي التي تطفي الحكم على العمل. أما الأصل أنه يحل، وقد كانت زينب تمعس المنيئة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسائل يسأل: هل الأب يعذب في قبره إن لم تكن بناته محجبات؟ الأب مسؤول عن تربية أبنائه وبناته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك تفضلي. من فضلك أريد أن أسأل سؤالين. أولا زوجي أراد أن يكرمني فجعل نصف المنزل باسمي، إلا أنني أخاف أن يكون آثما، يكون من قبيل التعدي على حدود الله. عفوا ما الذي جعله باسمك؟ منزل الذي نسكن فيه جعله نصفه باسمي. طيب هو عنده منازل أخر أو هذا المنزل كله الذي يملكه؟ لا هو هذا الذي يملك عنده، وهذا منزل واحد وهذا الذي نسكن فيه، جعل نصفه باسمي ونصف الآخر باسمي هو، ولي ثلاث أبناء منه. على كل هو ليس بحرام عليك ولا عليه هذا الصنيع، لكن الأولى أن يقلل الهبة، لكن كحرام ليس حراما ما دام في حياته، لكن الأولى له أن يقلل هذه الهبة والله أعلم. أريد سؤال آخر، أريد أن أساعد ابني في الزواج، أريد أن تزوج، ولكن لي ابنين آخرين، هل أكون من قبل التفرقة ما بين الأبناء؟ ولكن لا الابنين الآخرين صغيرين لم يصلا سن الزواج. ساعدي الابن الأكبر لأنها هبة مسببة، والهبات المسببة جائزة والله أعلم. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل حضرتك. الله يبارك في عمرك. سمعنا من حضرتك دلوقتي ان احنا نكفر بالديمقراطية طبعا، فما حكم التصويت في الانتخابات بما اننا نعلم انها مبنية على الديمقراطية؟ والسؤال الاخر، هل هناك تحزب في الاسلام؟ وهناك اخوة يا شيخنا بما يعني الذين يقولون بالتصويت في الانتخاب في البرلمان، الذي لا يصوت يتهمونهم بالسلبية، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما وجهة القائلين بالتصويت في الانتخابات فوجهة اختيار أخف الضررين، فإذا كان هناك فاسق سيتقلد الأمور وصالح يرجى أن يتقلد الأمور لدفع شر الفاسق، فالتصويت في الانتخابات من باب اختيار أخف الأضرار ودفع أعظم الأشرار من هذا الباب والله أعلم. هذا ولأن إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت، فلعل الجواب يكون في وقت لاحق بصورة أوسع إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، قناة الناس، وأن يبارك فيهم وأن يبارك في العاملين فيها وذريتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن الفتن وبالإكثار من ذكر الله والاعتصام به وبالقنوت في الصلوات هذه الأيام، لعل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. فهذه آونة وهذه أوقات قنوت في الصلاة للنازلة التي تمر بمصر، سلمها الله وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار، سائلا الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه عنا، وأن يصرف عنا جميعا كل ما يغضبه علينا وكل ما يسخطه علينا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.